بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مجالس العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس العلماء. راجين الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا من خلاله وقتا ممتعا ومفيدا وعامرا بذكر الله عز وجل. أحبتنا الكرام، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض أقيمت محاضرة عنوانها التحذير من الفتن، لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقد تحدث فضيلته في هذا الموضوع عن موقف المؤمن من الفتن، حيث قال فضيلته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. التحذير معناه الأمر بأخذ الحذر من شيء مخوف. قال الله تعالى: وخذوا حذركم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجري على عباده الابتلاء والاختبار ليتميز المؤمن صادق الإيمان من المنافق، ويتميز المؤمن قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالفتن تجري على العباد لتتمايز مواقفهم وتتبين عزائمهم، ولا يستثنى من الفتن أحد. قد جرت الفتن على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام،
فمن دونهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقد جرى الابتلاء لأبي الخليقة، أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلاه الله بعدوه إبليس، كما ابتلى بهذا العدو ذريته من بعده، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فآدم عليه السلام ابتلاه الله بأن نهاه عن أكل شجرة معينة، نهاه عن الأكل من شجرة معينة هو وزوجه، قال: ولا تقرب، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فهذا موقف إبليس من أبينا آدم، حيث إنه زين له الأكل من هذه الشجرة التي نهاه الله عنها، فأكل منها وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلما وقع في الخطيئة بادر بالتوبة عليه الصلاة والسلام، لعلمه أن الله يقبل التوبة عن عباده، ولم يقنط من رحمة الله بل بادر بالتوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما تاب، تاب الله عليه واجتباه وقربه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعد آدم يجري عليهم الامتحان والابتلاء من أقوامهم ومن أعدائهم، فيصبرون كما قال سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل، ماذا جرى عليه من قومه؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعوهم إلى نجاتهم وإلى سعادتهم
وإلى منفعتهم، ولكنهم أبوا. قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما زال معهم حتى تواصوا بمعصيته وقابلوه بأقبح المقابلة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. أصروا واستكبروا استكبارا وتواصوا بالبقاء على الشرك وعبادة غير الله. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه مواقفه من قومه، وهذا صبره، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ماذا جرى عليه من المحن لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، حذرهم غاية التحذير، فكان أن قابلوه بأقبح المقابلة، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة، ثم جاءوا بإبراهيم وجعلوه في المنجنيق ليقذفوه في النار، وهو صابر احتسب يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قذفوه في النار، فقال الله للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ابتلي بذبح ابنه الذي رزقه على الكبر، كان لا يأتيه ذرية حتى بلغ 80 من عمره، فرزقه الله إسماعيل على الكبر، ثم ابتلاه الله فأمره بذبحه. ولده ابنه الوحيد على الكبر أمره الله بذبحه، فبادر عليه الصلاة والسلام ولم يكتم الخبر على إسماعيل، بل قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا كان موقف الابن الشاب؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما بقي إلا التنفيذ. صبر الأب والابن على لقاء الموت الذبح، وما بقي إلا التنفيذ، ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى فنسخ الأمر بذبحه وافتداه
بذبح عظيم كبش ذبحه بدل ابنه تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فشكر الله له هذا الموقف العظيم. ولكن هذا موقف كما ترون، ولكن الإيمان واليقين هو الذي حمل إبراهيم وحمل ابنه إسماعيل على الصبر والاحتساب وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى من غير هوادة. هذا هو النجاح في الامتحان. فماذا كانت العاقبة؟ أن الله سبحانه وتعالى شكر له ولإسماعيل هذا الموقف وفرج الكربة واكتسب عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى ابن عمران كليم الله ورسوله إلى بني إسرائيل، وهذا عيسى ابن مريم رسول الله إلى بني إسرائيل أيضا. ماذا لقي من بني إسرائيل؟ ماذا لقي موسى؟ أولا من فرعون الذي ادعى الربوبية. وماذا كانت الجولات بين موسى وفرعون الطاغية العاتي حتى أهلك الله فرعون ونجى موسى وقومه؟ ثم ماذا كان من بني إسرائيل مع موسى من المواقف السيئة التي ذكرها الله في القرآن؟ تعنتات من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، مواقف بذيئة، وصبر عليه الصلاة والسلام واحتسب. وفي قضيته مع فرعون لما شكى إليه قومه ما لقوا من فرعون وما أصابهم من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوقع كما توقعه موسى عليه السلام، لكن بعد الصبر والثبات على الإيمان، أن أهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض. وماذا كان موقف بني إسرائيل مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو روح الله وكلمته؟ ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه قولا عظيما وبهتوه وكفروا به وآذوه وعاندوه، وفي النهاية حاولوا قتله وجاءوا للتنفيذ للغدر به عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله من بينهم ورفعه من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه إلى السماء ولم يتمكنوا من قتله، بل رفعه الله، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من قومه من الأذى والمقابلات السيئة والمضايقة له ولأصحابه الذين أسلموا معه في مكة؟ ماذا لقي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه؟ لقي الأذى
ولقي المضايقات ولقي الضعف من أصحابه، لقوا من الكفار الاضطهاد والتقتيل وهو صابر محتسب يسمع قولهم السيء ويقول الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولما اشتد عليه الأمر ودعا ربه حينما رجع من الطائف وقد آذوه وردوه أقبح الرد، دعا ربه عز وجل فنزل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك في أن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلان المحيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا موقف خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أخرجوه من مكة التي هي أحب البلاد إليه، خرج مهاجرا إلى المدينة، وكان ذلك الخروج نصرا من الله عز وجل. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى قوم استقبلوه بالإيمان والترحيب، إلى قوم من الأنصار في المدينة استقبلوه بالإيمان والترحيب والنصرة والتأييد، وقومه قذفوه وأخرجوه من مكة، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق، ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم جيش الجيوش عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار وغزا الكفار الذين أخرجوه وضايقوه، غزاهم في قعر دارهم بجيوش الله وجنود الله. وفي غزوة الفتح نصره الله عليهم وملكه عليهم، مكنه من رقابهم، لو أراد أن ينتقم منهم ولكنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في المسجد الحرام وقف صلى الله عليه وسلم آخذاً بباب الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يقول، وقد آذوه وقد ضايقوه وقد فعلوا معه الأفاعيل وقد تمكن منهم، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأفضل الخلق، يجري عليه من الفتن والمحن ما جرى، ويصبر ويحتسب، فكانت العاقبة النصر والتأييد.
الفتن يا عباد الله كثيرة، وهي ترجع إلى نوعين. النوع الأول فتن الشبهات، وهذه تؤثر على القلوب، شبهات وهذه تؤثر على القلوب بالكفر والزيغ والنفاق، فخطرها عظيم. الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن من التشكيك في الدين والسخرية من الدين ومن المسلمين، لا يزال أعداء الله يشككون في دين الله ويشككون في المسلمين ويتكلمون ويخذلون ويرجفون ويجلبون بخيلهم ورجلهم على هذا الدين وأهله من قديم الزمان وحديثه، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وأن يردوهم بعد إيمانهم كفارا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول سبحانه: وودوا لو تكفرون. وليس هذا قاصرا على ما في قلوبهم من المودة لكفر المسلمين، بل يصحبه أفعال وأقوال يعملونها ضد المسلمين في كل زمان ومكان ليصرفوهم عن دينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يلقون الشبهات سواء مواجهة ومشافهة أو يلقونها كتابة أو يلقونها وسوسة، فهم دائما يلقون الشبهات في العقيدة، الشبهات في أمور الدين، والشيطان شياطين الإنس والجن يزينون هذه الشبهات إلى النفوس. فمن الناس من يكفر بسبب هذه الشبهات، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس من يزيغ بسبب هذه الشبهات، من الناس من يشرك بالله بسبب هذه الشبهات. وما عبادة القبور الواضحة في كثير من بلاد المسلمين إلا نتيجة لهذه الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن في أن الموتى ينفعون ويضرون، وأنهم يقربون إلى الله، وأنهم يشفعون لمن دعاهم واستغاث بهم، وأنهم يقضون حوائج من لجأ إليهم. فانحرف كثير من
المنتسبين إلى الإسلام فصاروا يعبدون القبور، صاروا يعبدون القبور بسبب هذه الشبهات. من الشبهات أيضاً أن شياطين الإنس والجن زينوا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، زينوا لهم نفي أسماء الله وصفاته التي في القرآن والسنة بحجة أن هذا من باب التنزيه لله عز وجل، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وفسروها بغير تفسيرها إمعاناً في التعطيل، وذلك انفعالاً مع الشبهات التي يزينها لهم شياطين الإنس والجن. فهذه فتن الشبهات. أحبتنا الكرام، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نستكمل ما تبقى من هذه المحاضرة التي ألقاها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كان عنوان هذه المحاضرة التحذير من الفتن. ختاماً مستمعين الكرام، نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل أحمد الغامدي من الإذاعة الخارجية، ولقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.